قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فلنتق الله عز وجل جميعنا حق التقوى، ولنعلم علم يقين أن أجسادنا يا أيها الناس على نار ربنا جل جلاله لا تقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الإخوة الفضلاء، حدثناكم عن خير رعيل وخير أناس بعد الرسل والأنبياء، إنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثناكم عن الصديق، وأن يا عباد الله إيمانه رجح إيمان الكل أجمعين، ولا إيمان كإيمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وحدثناكم يا عباد الله عن الفاروق الذي كان يفرق بين الحق والباطل، وأن الشيطان إذا رآه سالكا فج، غير الشيطان فجا آخر خوفا من عمر رضي الله عن عمر. ثم انتقلنا بكم إلى ذو النورين، زوج لابنتين وصاحب الإجرتين وصاحب البيعتين، وأن ملائكة السماء تستحي من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وها نحن يا عباد الله نختم الكلام بشجاع من الشجعان، وإمام بل هو أئمة، بل إمام الأئمة رضي الله عنه وأرضاه. إنه يا عباد الله أسد الله الغالب، إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من ذا الذي قال أننا لا نحب علي؟ بل والله أننا نتقرب إلى الله بحب هؤلاء الثلة الخلة النيرة التي اصطفاها الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذا الخبيث الزنديق المارق الذي قال أن أهل السنة والجماعة لا يحبون علي؟ بل والله أن علي بن أبي طالب حبيب إلى قلبي، أحبه بل أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه. كيف لا أحبه وهو ابن عم رسول الله، وزوجة بنت رسول الله، وولداه سيد شباب أهل الجنة في الجنة؟ كيف لا يحب وهو رابع أحد العشرة المبشرين بجنان رب العالمين؟ كيف لا نحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي: هذا علي من أحبه أحبني ومن بغضه بغضني. ألا لهؤلاء موتوا بغيظكم واشرقوا بمائكم، وقتل الله عز وجل أصلابكم، لأننا نحبه ونجله بل نتقرب إلى الله بحبه، لأن الله أمرنا بحبهم ومحمد صلى الله عليه وسلم. إنه أسد الله الغالب، إنه علي بن أبي طالب. من هو؟ ابن عم رسول الله وأحد العشرة المبشرين وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه. غفر الله له لأنه بدري
وشهد بدر، ولا يحتاج علي أن نصفه، لأن علي سبقت سمعته يا عباد الله ذلك. هو بدري من أهل بدر، وقد اطلع الله على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم قد غفر الله لكم. يا ليتني كنت من أهل بدر، عل الله أن ينالني بمغفرة ويسكنني جنة عرضها السماوات. إنه بدري من أهل بدر، وقد اطلع الله على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم قد غفر الله لكم. شهد بيعة الرضوان، وهو من العشرة المبشرين بالجنان، وهو رابع الخلفاء الراشدين الأخيار الأبرار، وهو زوج بنت الرسول فاطمة البتول بنت الرسول رضي الله عنهم أجمعين، وهو أبو السبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منها منهما، ارضى اللهم عن الصحبة أجمعين، وعن علي ابن طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما نازل قول الله عز وجل، ويكفيه علي بن أبي طالب ذلك، لما نزل قول الله عز وجل في القرآن: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا والحسين فقال: اللهم إنهم أهل بيتي، اللهم إنهم أهل بيتي، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. نحن نكره آل بيت رسول الله؟ نحن ما نحب فاطمة ولا علي؟ ما نحب الحسن والحسين؟ كذبوا ورب الكعبة، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، بل نسأل الله أن يجمعنا معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. علي له فضائل، أخرجه ابن عساكر أن علي رضي الله يقول: محمد النبي نسبي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عني، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. يكفي أن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن عمه وصهره، يكفي أن سيد الشهداء عمه، يكفي أن جعفر الذي يطير مع الملائكة ابن أمه، يكفي أن فاطمة سيدة نساء العالمين في الجنة سكنه وزوجه، يكفي أن ولداه سبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهم. نعم، نال علي بن أبي طالب شرفا ومنزلة لم ينالها، وفوق ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، ورابعهم علي كما رتبهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معتقدنا في صحب رسول الله. أبى من أبى، شاء من شاء، كفر من كفر، زندق من زندق، أبو بكر وعمر وعثمان وفوقه وبعد ذلك علي، وإن نال ما نال عند الله تبارك وتعالى. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر ذاك الذي يطير مع الملائكة ابن عمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي.
منزلة علي بن أبي طالب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في حق علي بن أبي طالب: سمعت الرسول، اسمع، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له: يا رسول الله، في معركة من المعارك وغزوة من الغزاة ما أخذ معه علي، قال له: اجلس عند النساء والأطفال، يحرسهم بعد حراسة الله عز وجل. فقال علي: خلفتني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ زعل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا، يا ليتني كنت إلى جوار علي. قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له: خلفتني مع النساء والصبيان، أو خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شرفا لك، هنيئا لك يا ابن أبي طالب، هذه المنزلة العظيمة التي نلتها وما نالها غير مثلك أو أحد مثلك، رضي الله عنك وأرضاك. قال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي وموسى نبي. قال: أما ترضى أن تكون بمنزلتي مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبوة بعدي، رضي الله عنه وأرضاه. إنه أسد الله الغالب، إنه علي بن أبي طالب. وروي عن سعد أنه قال رضي الله عنه وأرضاه يوم خيبر، اسمع اسمع الشهادة النبوية الرسولية من خير خير البرية، إلى علي بن أبي طالب ما نالها إلا ابن طالب، رضي الله على علي وعن أبي بكر وعمر وعثمان. قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله والرسول. أليست نعمة؟ أليست منزلة؟ أليس كرم لعلي بن أبي طالب؟ ما خص الله عز وجل غيره بهذا؟ قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال: ادعوا لي عليا. وكان أرمد، عينه فيها رمد، فأتي به وهو لا يرى من شدة الرمد الذي أصاب عينيه، ففتح النبي عينيه وبسق بينهما فعادت سليمتان كأن الأمر ما كان. صلى عليك الله ذو الجلال ما أمطرت سحب وسال وادي. ثم عادت عيناه كما كان وأعطى الراية. يا عباد الله، علي كان أبو بكر وعمر يتشوقون من سيعطى الراية، يتلهفون إلى جنان الله وحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أين علي؟ فأتي بعلي ثم بسق على عينيه فرد سليما كأن عينيه ما بهما من أذى، ثم أعطاه الراية ثم قال لعلي: إليك الراية. ففتح الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه يقول، هو يقول: والذي فلق الحبة وبر النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذا أحببت علي فأنت مؤمن من المؤمنين كما أخبر الصادق الأمين، وإذا كرهت عليا فأنت إمام من أئمة المنافقين. نحبه ونشهدك يا من أنت في السماء على حبه، فاحشرنا معه في جنان، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من فضائله أول من أسلم من الصبيان، وقيل كرم الله وجهه أنه ما سجد رضي الله عنه وأرضاه لصنم لا في صغره ولا في كبره. أول من أسلم من الصبيان وقتل في الإسلام وهو كهل على يد اللعين المارق الزنديق الكافر عبد الرحمن بن ملجم الخبيث الخارجي، الذين هم الآن المجرمون على شاكلته وعلى نهجه، الذين يتلذذون بسب الصحب الكرام ويدعون على أنهم يحبون علي وفاطمة، وهم الذين في الأسر قتلوه ونصبوا له العدا عليهم من الله ما يستحقون. أنزل عليهم العذاب
يا رب السماوات العلى مناقبه ما مناقبه. يقول الإمام أحمد في مسنده: ما نقل لأحد من الصحابة ما نقل عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أي نقل عنه الكثير وأثر عنه الكثير رضي الله عنه وأرضاه. وأكبر خلافة وأطول خلافة خلافة من؟ علي، 5 سنين وقيل أشهر أو بعض أشهر. فلا عبادة، فيا عباد الله، هذا الكلام الذي جمعته والله أني تعبت وأنا أبحث يا عباد الله عن الكلام، أدخل في أكثر من مواقع يا عباد الله فإذا به شبكات المخالفين، وأنتم تعلمون ماذا أقصد، ألهوه ورفعوه ومجدوه حتى أنهم قالوا: نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النواجب. رددت عليهم قائلا: نادي حكيما مظهر العجائب تجده عونا لك في النوايب. أما الذي يجيب ويمنع ويخفض ويضحك ويبكي هو الله، أما علي عبد من عبيد الله، علي عبد من عبيد الله، وهو الذي جعل لهم أخاديد وأحرقهم لما ألهوه، وبعد أن أحرقهم قالوا له: والله ما ازددنا فيك إلا يقينا أنك رب، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. رضي الله عن علي، إنه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، اغفر لنا إنك كنت بنا غفارا، ارسل السماء علينا مدرارا، مدنا بأموال وبنين، اجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى عليه الله. صلى عليك الله ذو الجلال ما أمطرت سحب وسال وادي. أبا الحسنين والنور السنية، شدى قلبي بحبكم يا علي، أيا قمرا يشع تقى وهدى، ويا أسد الجهاد الهاشمية. علي أحبه، بل حبه يا عباد الله من حب النبي، وبغضه كأنك أبغضت النبي، صلى الله على النبي. أشجع الشجعان، وعرف عن علي أنه كان أشجع الشجعان رضي الله عن أبا الحسنين. بارز مرحب اليهودين يوم خيبر، ثم أخذ مرحب يتكبر ويتبختر كالعجائز بين الصفوف ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: يا رسول الله، جعني أقطع رأس هذا الفار الذي يتغندر ويتكبر. قال: اهدأ يا علي. أسكته ثم الثانية، قام يعيد الأبيات ويصب أن قريشا ما فيها رجال. قام علي إمام الرجال والشجعان. قال: أذن لي يا رسول الله، لقد هان الرجال وشب الهشم. قال: قم. فقام، ويا ليت علي ما قام، أصبح كالفأر بل أدنى من الفأر مرحب اليهودين. قام علي وقطع رأسه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. أصبح كالفأرة وفصل رأسه عن جسده، ومات الخبيث لأن الشجاع قام. وإذا قام الشجاع لا تقعد السماء لقومته رضي الله عنه وأرضاه. فوق ذلك كان إمام في التواضع رضي الله عنه وأرضاه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: اسمعوا اسمعوا يا مخالفين، اقلوا هذا للمخالفين، اسمعوا يا من ادعيتم أنكم من شيعته وتحبونه وأنتم في الأصل تسبون من يحبهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: لا أوتي برجل فضلني على أبي بكر وعمر. اسمع هذا قوله، قال: لا يأتيني تأتوني برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، حد الكذب، لأضربنه ضرب أجلده جلد المفتري الذي سيفضلني ويقول على أن أبو بكر عمر أو علي أفضل من أبي بكر وعمر. كريم في خلقه رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليه، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرت، وإن لم تقضها لي يا أمير المؤمنين حمدت الله وعذرت. فقال له علي: اكتب حاجتك. اسمع، قال علي: اكتب حاجتك على الأرض، فإني أكره أن أرى ذلك السؤال في وجهك. من
يتواضع كتواضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاته رضي الله عنه وأرضاه. علي مات كما يموت الناس، علي دفن كما يدفن الناس، علي فنيت عظامه كما تفنى عظام الناس، علي سيلقى رب الناس وسيقف بين اليوم يوم القيامة للسؤال والجواب. هذا علي، لماذا يؤله؟ علي يدخل إلى الخلاء ويقضي حاجته من بول أو غائط، علي يأتي زوجته كما يأتي أحدكم زوجته، علي لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، علي ابن أبو طالب يفنى ويموت كما يموت الخلائق أجمعين. لمن الديمومة والبقاء؟ لمن هي الديمومة والبقاء؟ إنها لرب الأرض والسماء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تدرون ماذا قال النبي في موت علي؟ تدرون ماذا قال النبي في الذي قتل وكان سببا في موت علي؟ بشره النبي عليه الصلاة والسلام، بل بشره، نعله عليه الصلاة والسلام موته، قال: يا علي سيضربك أشقى القوم هنا. ثم أشار النبي على رأسه، قال: فسيسيل الدم حتى يخضب لحيتك، وستلقى الله بهذه الضربة يا علي. لكن اسمعوا ماذا قال النبي ودعا على قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي: أشقى القوم، أو أشقى الناس، الذي عقر الناقة، ناقة صالح عقرت وعقرها أشقى القوم من أجل أن يخالفون ربنا جل وعلا. قال النبي لعلي: أشقى الناس الذي عقر الناقة، والذي يضرب عليك هنا، ووضع يده على رأسك حتى يخضب الدم على لحيتك. رواه الإمام. قال علي، أو قال النبي لعلي: أشقى القوم الذي عقر الناقة، وأشقى القوم الذي سيضربك على رأسك حتى يخضب دمك لحيتك. رضي الله عنه وأرضاه. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر ذاك الذي يطير مع الملائكة ابن عمي، وزوج محمد وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. إنه أسد الله الغالب، إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا نشهدك في عليائك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب علي، فاحشرنا في زمرة علي يا رب السماوات العلى. اللهم إنا نحب عليا وفاطمة والحسن والحسين، ونحب الرسول قبل ذلك يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع علي، اللهم احشرنا مع علي، اللهم احشرنا مع علي. إن كان الحديث على علي سيجعلني رافضيا فأنا رافضي. يقول الإمام الشافعي: إذا كان حب علي ومدح علي سيجعلني رافضي، فأشهدكم أني رافضي. أنا أحب علي وأجل علي، وعلي أغنى من أمي وأبي عندي. أحب علي رضي الله عنه وأرضاه، أحبه لأنه من أهل الجنة، وأحبه لأنه هاشمي، وأحبه لأنه من نسب النبي، وأحبه لأنه زوجة فاطمة البتول بنت الرسول، وأحبه رضي الله عنه وأرضاه لأن النبي أمرني بحبه ونهاني عن بغضه. اللهم احشرنا مع علي يا رب العالمين، ومع من يحبون علي. اللهم عليك بمن يسب علي ويلعن علي يا رب العالمين. اللهم إنا نحب عليا فأحبنا، اللهم إنا نتقرب إليك بحب آل البيت يا ربنا، اللهم إنا نتقرب إليك بحب آل البيت يا ربنا، اللهم إنا نحب آل البيت، فنسألك أن تجمعنا معهم في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم وفق لي أمرنا إلى ما تحب وترضى، خذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى، اهده لهداك، واجعل عمله الصالح كله في رضاك، وأطل عمره واجعله أمنا وأمان لهذه البلاد خاصة وسائر بلدان المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين والمسلمين في أقصى وأدنى البلاد يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين في سوريا، فرج هم المهمومين في بورما، فرج هم المهمومين في اليمن، فرج هم المهمومين في مصر، فرج هم المهمومين في ليبيا. رد الإسلام إليك ردا جميل، واجعلنا ممن يحكمون بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان،
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الكريم الجليل يذكركم واشكروه جل وعلا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.